محلى قدك محلى قدك في محلى قدك لليوم باش نحكيو على الزجاجف نتاع النساء، الزجاجف الاعراض ولو جزء لا يتجزأ من أناقة أي امرأة. أولا على خاطره يدفي سواء حاطينه على الرقبة ولا حتى على كتفاتنا. الزجاجف يتلبسوا بأكثر من طريقة، المفيد نعرفوا كيف نسقوا ما بيناتهم، ما بين اللون نتاع الزجاجف ولون الصباط ولا لون الساتور ولا مع الاكسسوار. من المعروف أن نلبسوا برشا ألوان غامقة في الشتاء، هيك عليه من المستحسن أن نكسروا الألوان هذية بالفلوغي، الألوان الزهرية، الألوان كلير، المشكشكة علاش ليه والمزركشة علاش ليه. نجمو نعملوا بيهم غابيل للإكسسوار ولا حتى نكسروا بيهم لون، جوست نكسروا بيهم لون. نذكركم ألي الزجاجف الأعراض طالعين بقوة أكثر من الزجاجف العاديين اللي كيما لبستهم أني توا، هذوما ماهمش عارض، دونك هذوما عاديين. كي لبس نبتة طاولة؟ لا ماهوش نبتة طاولة، هذاك إشاخف مزركش. صح مزركش، يعطيك الصحة يعيشك يا عماد. دونك مش هذوما اللي نحكي عليهم، نحكي على الزجاجف الأعراض اللي جينيرالمون يتلبسوا ويتحطوا حتى على الكتفات راهم الكبار معناها. ولا الكبار، الكبار هذوكم طالعين بقوة أكثر من الزجاجف العاديين، ونجموا نلبسوهم على جيلي، نلبسوهم على بول. المفيد يرتحونا من الثقل نتاع الكابوت، يعني كي نلبسوا زجاجف هكا عريضة مع بول غليظ نتصور نجم نخرجوا حتى من غير كابوت، يبدا يثقلك ويبدا رزين. دونك زجاجف فلوري على جيلي ولا بول غامق، المارون ولا نوار ولا اي لون من الالوان قولوا الالوان الشتويه ولا غيره، تنجم تفي بالغرض تخرجوا في ستيل فاشن جديد ومبتكر. اون بلوس لي زجاجف بدون ما تحكي عليهم ثانيا نلقاو منهم برشا انواع في الفريب، موجودين في الفريب ومش غاليين، فوالا موجودين. وبالحق يعني اللي جينيرالمون هما تلقاهم ارخص في الفريب، خاطر جينيرالمون الشاخ تلقاها في بوتيك ولا حاجه تلقاها غاليه شويه. وصلت يمكن فرصة السولد، اي ممكن في السولد، اما جينيرالمون تغزر تقول والله باش نحط ما نعرفش يعني 17 ولا 20 دينار ولا قداش في ايشاخ تستغليها، باغ كونتر في الفريب نجم تلقاهم ارخص. على كل يعطيك الصحة يا سناء، ان شاء الله كلكم تقعدوا انيقات. ميرسي وانيقين. شكرا. امان بربي البنات بالله نحبكم ديما سامبل، ما غير ما تبربوا برشا. ان شاء الله غدوة انسي حاجة جديدة لقيت هذا في محلى قدك. مرحبا بالجميع. محلى قدك محلى قدك.